السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع هو في الحقيقة سؤال: كيف مر عام 2020 على العراقيين؟ مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الحقيقة لم يكن هناك صراعا شيعيا سنيا ولا كرديا عربيا، إنما الحقيقة هو صراع ما بين الشعب العراقي بكامل أطيافه وما بين هذا النظام السياسي المتسلط على رقابهم. حياكم الله. شهد العراقيون في عام 2020 متغيرات وأحداث كثيرة، بدأت باغتيال الإرهابيين الدوليين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس اللذين قتلا في غارة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي، ثم بعد ذلك قدوم فيروس كورونا إلى العراق وانتشاره بشكل كبير. تضمن هذا العام أيضا حدوث قمع كبير ومتكرر لثورة تشرين على يد القوات الحكومية والميليشيات ذات الولاء الإيراني وغيرها من ميليشيات أخرى. وكذلك شهد هذا العام تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة رغم رفض الشارع العراقي له ولمن جاء به من أحزاب وميليشيات. وهنا نتساءل: كيف مر عام 2020 على العراقيين؟ هل نجحت ثورة تشرين برفع مستوى الوعي لدى العراقيين في هذا العام؟ وكذلك كيف يقيم العراقيون أداء حكومات ما بعد الاحتلال بأحزابها وميليشياتها في عام 2020؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم المشاركة للإجابة عليها من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. يبقى السؤال القائم والذي سيظهر أمام حضراتكم بين حين وآخر: كيف مر عام 2020 على العراقيين؟ أحداث كثيرة شهدها هذا العام، ولكن هناك أيضا معاناة كبيرة وكثيرة شهدها العراقيون في هذا العام. كيف مر هذا العام على العراقيين؟ نعم، هو عام صعب كان على أغلب دول العالم بسبب فيروس كورونا والأحداث التي جرت، لكن خاصة بالنسبة للعراقيين في ظل كثير من الأمور التي عقدت حياتهم من حكومات وأحزاب فاسدة، من ميليشيات حملت السلاح، من مرض ووباء نخر أجساد العراقيين، وطبعا كشف فضيحة وفشل القطاع الصحي في العراق بسبب المستشفيات البائسة، بسبب نظام صحي منهار، بسبب غياب تام للدعم الحكومي للقطاع الصحي، وطبعا هذا الموضوع أثر بشكل كبير على أعداد الإصابات والوفيات كذلك في العراق. وهناك نقطة أيضا، ما هي حكومة مصطفى الكاظمي؟ كيف كان أداء هذه الحكومة خلال هذا العام؟ كيف حقق مصطفى الكاظمي؟ هل حقق مصطفى الكاظمي ما وعد به العراقيين من وعود، منها وأهمها طبعا حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء العنف المستخدم أو المتبع ضد المتظاهرين والثوار، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي خلقت خلال هذه السنة والتي فاقمها طبعا خفض قيمة الدينار العراقي وتأثير ذلك على القطاع الاقتصادي بالعراق وعلى نسبة الفقراء ونسبة العاطلين عن العمل وكثير من هذه الأمور. إذن كيف تتابعون هذا العام؟ كيف تابعتموه؟ كيف عشتموه أيها العراقيون؟ كيف تقيمون هذا العام وعمل وأداء حكومات ما بعد الاحتلال في هذا العام؟
كيف تقيمون أداء ثورة تشرين؟ هل حققت أهدافها؟ هل نجحت في إيصال الرسالة؟ هل ينقصها شيء؟ هذه الأسئلة طبعا بإمكان حضراتكم المشاركة للإجابة عليها. ونذكر هنا مشاهدينا الكرام أن اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت العراقيين إلى التجمهر والتحشيد يوم 1/1/2021 للتأكيد على مطالب الثورة، لمواصلة المسيرة، لاستمرار رفع الشعار وهو إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة وحل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور الذي وضعه الاحتلال. هذه طبعا من المبادئ الأساسية لثورة تشرين التي خرجت من أجلها، التي خرج العراقيون مجتمعون من أجلها، من أجل إسقاط هذا النظام. وبالتالي هذه الدعوات تستمر لاستمرار هذه الثورة لتحقيق الهدف المرجو للضغط الأكثر على حكومات ما بعد الاحتلال لترك المنصب والرحيل من العراق، طبعا بعد المحاسبة، لأنه أساس أن يحاسبوا قبل أن يتركوا ليرحلوا أو غيرها، لأنهم بسببهم تم تفقير المجتمع العراقي. وصلت الآن نسبة الفقر بحسب الأرقام الحكومية إلى أكثر من 30%، وهناك بعض المحافظات في العراق تخطت هذه النسبة لتصل إلى 50% في بعض المحافظات العراقية. وكان هذا على لسان الأمم المتحدة طبعا بممثليها في العراق. طبعا الأزمة الاقتصادية التي الآن اشتعلت في الفترة الأخيرة على يد وزير المالية وحكومة مصطفى الكاظمي فاقمت الوضع الاقتصادي في العراق، رفعت من نسبة البطالة وأضعفت القدرة الشرائية للعراقيين، وخفضت من قيمة رواتب الموظفين العراقيين بنسب وصلت إلى أكثر من 25% من رواتب الموظفين العراقيين. كلها طبعا حدثت في هذا العام. كذلك الأحداث الكثيرة التي شهدها بقدوم فيروس كورونا، بانتشاره في العراق، بصرخات العراقيين ودعواتهم لإغلاق الحدود مع إيران في البدايات عندما كانت إيران واحدة من 3 بؤر حول العالم. مع هذا لم تستمع هذه الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي أو مصطفى الكاظمي، إلى هذه الدعوات باتخاذ الإجراءات الوقائية السليمة في معالجة فيروس كورونا. عندما فرضت كذلك حكومة مصطفى الكاظمي الحظر على العراقيين، لماذا لم تتخذ إجراءات وخطوات صحيحة لمساعدة العراقيين ذوي الدخل المحدود والفقراء في الصمود خلال فترة الحظر بسبب الحاجة الماسة للغذاء، الحاجة الماسة للدواء، للماء الصالح للشرب، للطاقة الكهربائية، وحبسوا في منازلهم، وتوقعت طبعا السلطة أن يظلوا في منازلهم، لكن لم يستطع أحد الصمود والالتزام بهذه التوجيهات والتعليمات، لأنه الحاجة للحصول على طعام وشراب ويعني إعانة العوائل كانت أهم من التعليمات التي خرجت من الحكومة. من معنا؟ ويانا السيد أبو عبيدة من الموصل، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. إن شاء الله عام خير علينا وعلى أمة المسلمين. آمين. والله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يسلمك. والله يا أستاذ محمد، شفنا في السنة هاي راحت، شفنا جوع وعطش ومشقة وضيم وظلام، لا صحة لا علاجات، لا رواتب مثل الأوادم، الفقير مذلول، شو اللي عاش بي؟ يعني أبسط الأمور، أبسط الأمور هسه عبقر واحد اللي موجود بيها هو المتقاعد. قاعد يزيدون بهاي رواتب البرلمانيين، البرلمانيين قاعد يضربون بالمليارات وبالدولارات، هي ما يفكرون بالناس الفقراء. أنا وأنت يجوز نقدر ناكل ونشرب بس على ناس مذلت. يا أستاذ العزيز مذلت، هم دي يحكوا لي والله شنو هذا موازنة وما موازنة وغيرها، أي موازنة؟ نعم. أي موازنة دي يحكون عنها؟ واشفين إذا تقاعد مال رئيس الوزراء السابق يطلع مالته يقول لك والله مليار وما أدري قد، يعني أنتم تفكرون ما تعتبرون بالدولارات والمليارات؟ تروح على مستشفيات ما بيها علاجات، يعني الناس تشتري مشترى. طفل هسه توديه المدرسة وأنت إذا ما بجيبك فلس شو راح تنطيه؟ نعم. تروح تشتري الكتب وتشتري الدفاتر وتشتري غيرها وتشتري غيرها. هذه وين احنا عايشين يا استاذ العزيز؟ نعم. يعني خلوا درجة الفقر إلى أسفل السافلين. بس هم مكيفين نفسهم. ومن هذا اللي انتخبهم؟ لأن هاي ثورة 20، ثورة 20 اللي هسه قاعد تظهر. وطلع صادقا.
نعم. المفروض احنا المفروض نقاطع انتخابات نهائيا، ما ننتخب اي واحد. نعم. اطلع الابرياء اللي جوا، الناس اللي جوا افتح قاعد تضرب فلوس من وراء الابرياء هذه. يعني هسه انت تودي لك حاجه الى معتقل للسجون تقول له يابا هاي امان للمسجون جوا، ما تصير كامل. ابو عبيده، شلون تقيم اداء حكومه مصطفى الكاظمي خلال فتره توليه للحكم؟ تقييمه تحت الصفر. شنو الاسباب، شنو الاسباب اللي دعتك اللي دعتك انه تقيم حكومه الكاظمي انه هي تحت الصفر؟ مو هي واضحه، الكل تعرف بيها. اذا انا امثل انا راس ربو اسره بلديه، نعم. اذا ما لي صلت في بلديه لا بارك الله بي. هو نعم. هو ابو كل العوائل يعني المفروض يفكر. نعم. أنا أشكرك سيد أبو عبيدة من الموصل، شكرا جزيلا للمشاركة ويانا. السيد سعد من الكويت، تفضل حياك الله. السلام عليكم يا أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حسن اهتمامكم وتعاونكم على البر والتقوى لخدمة الإنسان والوطن. الله يبارك فيك. وما تقومون به من توصيل رسالة مفيدة للبرلمان والحكومة. نعم. ولكن يا أستاذي نتفاءل خيرا. يعني بالعام كان مأساوي، عام 20 عام 20 كان مأساوي، ولكن يتجدد هذا العام إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله على المسلمين. ولكن يا أستاذي لا نستبق الأحداث يا أستاذي، قد تتعدل الأوضاع يا أستاذي صحيا وبيئيا ومعنويا وماديا يا أستاذي. وآخر الكلام تحياتي لك وللطبقة الصغيرة اللي زي حالاتني حالاتي ذي العام الجديد، وشكرا لك وللبرنامج. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. نعم، نتمنى أنه يكون العام القادم عام أفضل على العراقيين، ومثل ما تفضلت لا نستبق الأحداث، لكن لن يكون هناك إصلاح وإنتاج وتعمير وحماية للعراقيين وأمان ونظام إلا بزوال هذه الحكومات، لأنها أثبتت فشلها بعد 17 عاما من الاحتلال. سيد عامر من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يجعل هذه القناة سعيدة إن شاء الله بكل عامليها إن شاء الله. الله يبارك بيك، أشكرك. اي والله اخويا، في سنه 2020 ما شفنا الا الظلم والتكفير من قبل هذه الميليشيات والمراجع الدين الفاسده. نعم. التي تدعمها كل هذه الميليشيات. نعم. التي قتلت واعتقلت اعداد كبيره من الناشطين ومن المتظاهرين. اعني وبأعداد أكبر حجم يعني من الاعتقالات ومن القتل والقنص بحق الناشطين في كل التظاهرات في البصرة حتى ساعة التحرير في بغداد. نعم. وعلى يد هذه الميليشيات والمراجع الدين الفاسدة المجرمة. اي والله مجرمة، كل مراجع الدين الفاسدة هذه. اي بالله العظيم كل مرجعية لها ميليشيا. نعم. مدعومة من خلال المرجعية. إيه فعندنا. نعم. الحج الشعبي تابع إلى إيه؟ التي أسسه السيستاني. طيب. وعندنا ميليشيا العصائب أسسه وقائده قيس الخزعلي. وهناك مراجع الدين هملك كل من لديه ميليشيا إجرامية فاسدة مارقة سارقة. نعم. التي اقتربت الدماء وبأعداد أكبر وأزعقت الأرواح وهجرت الناس، ما زالت هناك مهجرين بالمئات في الصحاري. نعم. عوائل بالكامل في الصحاري، هذا الرمادي وهذا الموصل وهذا الرجالة وهنا في صلاح الدين. نعم. إلى متى تبقى هذه العوائل المهجرة؟ إلى أي يوم من الأيام أو سنة من السنوات أن ترجع هذه الناس إلى مدنها وإلى مناطقها؟ نعم. نعم. ها؟ إلى متى؟ إلى يوم؟ إلى سنة؟ وعلى يد هؤلاء المجرمين، هؤلاء الأقزام، كلهم أقزام، الله بدعت أقزام. طيب. الفاسدين هؤلاء. سيد عامر، أنا أشكرك شكرا جزيلا، وعليكم السلام. عندنا السيدة أم محمد من الموصل، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بيك.
الله يطول عمركم ويستر عليكم يا ربي، ونشكركم ونشكر قناتكم الشريفه اللي واقفه ويانا. الله يسلمك. تسلمون وبارك الله فيكم. وبيكم ان شاء الله. تفضلي. بس اريد اعرف سؤال، لان الكهرب ما عندي كان. شلون عفوا؟ السؤال. اي. الموضوع اليوم كان بالحلقه. كيف مر عام 2020 على العراقيين؟ شلون مر عليكم هذا العام؟ هاي السنه شلون مرت عليكم؟ والله مرت يعني اسوأ سنه. يعني هاي السنه اسوأ سنه. ليش؟ وضحينا يعني يا ام محمد، شلون كانت معاناتكم بيها؟ والله ما اقول لك، والله يعني ايش اقول لك، والله سنه ظلم وقهر وضيم وفقر اسود، وخاصه مدينه الموصل، يعني هالسنه معاناه ما طبيعيه راح تنكتب بالتاريخ هاي السنه. نعم. يعني سنه ما اعرف ايش اوصفها. خلي اسالك السيده ام محمد كم سؤال. محمد الناس ملت وتعبت. طيب سيده ام محمد، سؤالين سريعين او كم سؤال حتى نستثمر الوقت وياك. من الناحيه الاقتصاديه، من ناحيه وضعكم المادي او وضع الاقتصادي بمدينه الموصل، شلون كان خلال هاي السنه؟ ما اقول لك يعني فوق كورونا، هسه كورونا عفناها، ورا كورونا جانا رفع الدولار وصارت هاي المسائل. نعم. ويعني حتى اذا واحد يتمرض صارت الالف دينار حصل عليه بيروح يراجع بعياده طبيه، ماكو، كلها تروح على الدكاتره يزدون بك. نعم. وين ما تروح كلها ظلم وظيم، يعني ماكو مواد، مواد غذائيه ماكو، والله الناس هسه تتحصر، والله اكو عوائل تنام بلا اكل، والله هسه كيلو تمن صاير حصر على الناس، يعني ايش اقول لك، رواتب ماكو، والرواتب عاد تتاخر، المؤجر هذا اكثر العالم يطرد ويقول لك يلا شيل اوراقك وزته بالشارع، ماكو، انت ليش؟ انا اريد منك ايجار، ابو المواليد اريد اشتراك. نعم. والاشتراكات هسه حاليا غاليه، كل شيء الراد، والحكومه ما عاد تحس بينا، ما عاد تحس بالضيم اللي نحن عم نشوفه، هذا الضيم، شفنا حروب وكل شيء شفنا، بس هسه حتى نحن بانتقام، هم ضيم وهم حروب وهم فقر اسود، والعالم جاعات والعالم تعبت، هسه كم يوم الاقعاد اليوم طاروا الفيضانات وتسد والناس تغرق والاطفال تطوف والاطفال تغرق، يعني بس جلي شفنا. والله هذا العراق مبتلى، يا ربي الهي فرجك القريب العاجل لهذا العراق. نعم. يا ربي ارحم امه محمد، شافي الناس تعبت، والله تعبت، يعني الناس دايخه دايخه استاذ محمد، الناس دايخه، امورنا. نعم. فرج مره تعبانه العراق الى ايش اقول لك، معف الى الهاويه، يعني احنا الى الهاويه كلنا. الله يكون بعونكم يا ام محمد، الله يكون بعونكم، احنا الموصل حيل مظلومين. نعم. أنا أشكرك أم محمد من الموصل، وصل صوتك، وهاي طبعا إحنا دا ناخذ آراء العراقيين في آخر يوم من هاي السنة حول رأيهم وشلون عاشوا عام 2020 وشلون يقيمون الوضع اللي كان موجود وأداء الحكومة والوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع السياسي، كل ما بداخلكم في عام 2020 أرجو أن تشاركون للإدلاء بآرائكم حول هذا الموضوع. أبو سجاد من بغداد تفضل. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اولا الرحمه والخلود لشهدائنا الطهر. نعم. والله اقول لك هي 20 عمت على الشعب العراقي بس. استغلوها دول الاحزاب. نعم. وان شاء الله نريد هاي السنه الاخيره نخلص من عندهم، ما نريد، طبونا بالدين. نعم. طبونا بالدين وبالصلاه وكله كذب. نعم. يعني كله كذب، يعني مستقبل جهلنا بعد ما نقدر نوفه من وراهم. نعم. هناك شباب طلعت خارج العراق من وراء الاحزاب هاي الفاسده. زين الشعب تعب. نعم. شلون شفت مصطفى الكاظمي من تولى الحكم لغايه اليوم في 2020؟ مصطفى الكاظمي اجى من قبل احزاب، ما اجى من قبل الشعب. نعم. نعم احكي لك، انا احد المظاهرين. نعم. بالتحرير احكي لك انا. نعم. اجى من قبل جماعه. اي. نخاف نسولف ويروح صوتنا لهم. يعني شوف ابو سجاد. اجى من جماعه. اللي انت طلعت وظاهرت، ايش حيصير عليك اكثر من اللي صار؟ والله شبنا الموت في عيون هذا من العالم.
نعم. أنا من العرق. هاي مدر تسلك ماكو؟ نعم. أنا بيه وخلاص أنا خالص طلع على منه. يعني يعني ابو سجاد، سؤال سريع واخير، العراقيون شلون عاشوا 2020 من الناحيه الاقتصاديه؟ شلون كانت الحياه، الوضع المعيشي الاقتصادي شلون بالنسبه للعراقيين وانت شايف ودا تشوف؟ يعني اوصل لك اخر شيء، اي اخر ما التطورات قاموا يشحتونا رانا عند تكتك، عند خمس جهات سته. نعم. قام عدة تكتك اشتغل بيها، قام يشحتون وراي بيتوني يوم كامل بالمركز. نعم. بيتوني يوم كامل بالمركز، يا بني ايش انا عدة جهال وانا دا اعيشها. لا عدة راتب لا عدة امه. نعم. زين. اقول الله يساعد العراقيين والله يخلصنا من هاي العذاب المرازل. امين. اشكرك يا ابو سجاد. السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيك وحي هذا المنبر الشريف وعامليه. حياك الله. بالنسبة للعراقيين والعراق العظيم اللي كان عظيم. شفنا المر من 2003 إلى هذا إلى هاي السنة الأخيرة. نعم. وخاصة هاي السنة الأخيرة قطعة رواتب المتقاعدين. نعم. ورواتب الموظفين والسوق وغلى وهذا الدينار صعدوا والدولار اللي هم يتعاملون به حتى يكملون اللي باقوا به هالسنين كلها، فهم يعني هم اجوا اللي حتى يأذوننا، مو حتى اجوا هذا حتى يرفون هذا الشعب، وانما حتى يأذون هذا الشعب. هذا الشعب ما صلى تاره ولا 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 واحد لازم ينتخب، طول ما هذول الجراذ هذول الحفالات موجوده وهالسياسيين والموجودين ما حد يطلع ينتخب، كل شريف لازم ما يطلع ينتخب، اذا يطلع ينتخب يعني هو يداري هذول الحفالات الموجوده. شريك هو شريك. نعم هو شريك باللي دا يصير. هو اي طبعا هو شريك يصير، لازم ما كل شريف كل من يحب بلده، كل من يحب يريد يتحسن بلده ويحب وطنه وتربته لا يطلع لا يطلع. هاي منادات امراه شريفه تحب بلدها لكل شريف يحب بلده، لا حد يطلع، لا طول ما موجودين هالانذار لا حد يطلع ينتخب. أم أزهار حتى بس توضحين، لا حد يطلع ينتخب. اي طبعا لا حد يطلع ينتخب. هو نطلع شو شلون نطلع؟ احنا هاليوم محتفلين هم بالسنه الجديده مالتهم، اذا هم يحتفلون محتفلين. بس الدعوات اليوم يا ام ازهار، ام ازهار اليوم اكو دعوات انه يا عراقيين خل نطلع نتظاهر. نعم انت تقولين لا حد يطلع ينتخب، لكن خل نطلع نتظاهر. اي ماكو فايده، حتى اذا واحد اذا طلعوا بال 2021 ماكو فايدة، ماكو فايدة، اكو طول ما اكو سلاح بالشارع، طول ما اكو سلاح منفرد، طول ما اكو خلعلي وهادي العامري والحكيم والصدر وهذول المعممين. بس هذا الكلام، هذا الكلام يا مزهار، هذا الكلام مثل النشارة. تمام هذا الكلام يا سيدة مزهار، انه ماكو فايدة اذا طلعنا. هو لو ما كان اكو فايده، ما كان الناس طلعت وسقطت حكومه عبد المهدي، رغم انه هو ما استقال على مود العراقيين، هو بسبب توجيهات مرجعيه النجف. لكن مع هذا، هذه المظاهرات اللي لما طلعوا العراقيين كشفوا هوايه من الوجوه اللي كانت تختبئ خلف الشعارات الاصلاح والوطنيه، كشفتهم وفضحتهم واثبتت ان العراقي الأحزاب الموجودة كلها تقف ضد مصلحة الشعب العراقي وضد العراق. يعني موضوع أنه ماكو فايدة، لا أكو فايدة، والفايدة كانت موجودة والنتيجة موجودة. بس اسمح لي أقول لك أنه الأحزاب من شافت أنه هم راح يندحرون، من شافوا أنه المتظاهرين راح تثنيهم، قاموا يخشون بيناتهم، قاموا يأذوهم، قاموا يعني حتى يروحون لبيوتهم ويختالوهم. اغتيالات صارت يعني ببغداد، اغتيالات بالبصرة، اغتيالات بالمحافظات، اغتيالات إلى أبعد الحدود يعني. ولهذا إذا المفروض الشعب يتعاون من الشمال للجنوب. إذا تعاون الشعب
من شمال للجنوب وصار قوة واحدة نستولى على هذول الفقراء الموجودين ويصير بلد مال أوادم، وإلا إذا متفرقين كم واحد ما يصير النشارة. طيب. أنا أشكرك شام أزهار من بغداد، شكرا جزيلا. عندنا أبو ياسين من بغداد، تفضل. أبو ياسين من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال. عندنا رسالة من صباح من ألمانيا يقول: السلام عليكم، كل عام وقناة الرافدين والعاملين فيها بخير وسنة خير عليكم. 17 سنة والعراق في دمار، سنة أتعس من سنة، بفضل الأحزاب وإيران الذين يحكمون العراق كانوا يقتاتون في عيشهم من البلدية، يقتادون عيشهم من البلدية أو يقتاتون على عيشهم، يعني يقتادون عيشهم من البلدية، ما فهمت شنو. المهم انتهى كل شيء في العراق. أنا أشكرك يا سيد صباح للمشاركة. عندنا طبعا من الأحداث التي شهدها عام 2020 أيضا مشاهدينا الكرام هو موضوع ملف النازحين والمهجرين جراء العمليات العسكرية من المحافظات المنكوبة. من 2019 في أواخر العام كان هناك خطة من حكومة عادل عبد المهدي بإغلاق مخيمات النزوح واللجوء بالنسبة للعراقيين في الداخل وإعادتهم إلى محافظاتهم، إلى مدنهم، إلى مناطقهم، رغم أن هذه المناطق لم تكن معمرة ولا تزال غير معمرة، لا تزال مهدمة ولا تزال عبارة عن أنقاض. استمرت حكومة الكاظمي على هذا النهج ولا يزال العراقيون يهجرون من مخيمات اللجوء بالعودة إلى مناطقهم قسرا في محاولة لإنهاء ملف المخيمات النازحين، لكن يعادون إلى مناطق عبارة عن أنقاض، يعادون إلى منازل مهدمة، إلى منازل لا تزال فيها مفخخات وقنابل ومتفجرات، إلى منازل لا تزال فيها جثث تحت الأنقاض وغيرها. طبعا عندنا صحيفة موقع ميدل إيست أونلاين ذكر أن السلطات في العراق تجبر العائلات على مغادرة المخيمات إلى مناطق دمرتها الحرب دون أن تجهزها بأبسط ضروريات الحياة، في خطوة تصنع مأساة أخرى وسط تربص الميليشيات بالعائدين. هناك عمليات اعتقال وتغييب لأفراد كثيرة من العوائل العائدة إلى محافظاتهم قسرا، وهناك عمليات ابتزاز، وهناك رشا تؤخذ من أجل السماح لعودة عوائل، وهناك عوائل أصلا ممنوعة من العودة إلى مناطقها بسبب الميليشيات. من معنا الآن؟ السيد عادل من لندن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، حياك الله، تفضل. سؤال للأسف سؤال مبكي، يعني بالنسبة للعراقيين سؤال مبكي حزين جدا. نعم نعم. يعني أعتقد كل عراقي شريف وغيور، حتى ما يكون بسيط مثقف واعي مدرك، راح يحرج من هالسؤال. يعني نعم، ايش تتوقع؟ يعني شنو نتوقع انه يجاوب؟ شنو الانجازات؟ انجازات الوحيده اللي تحققت بهذا البلد بهذا العام والاعوام السابقه، الاعوام من 2003 الاحتلال الى يومنا هذا، والقادم للاسف راح يكون أسوأ. اللي تحقق هو الموت، الاختطاف، القتل، سلب اراده البلد وشعبه، توغل الميليشيات، توغل إيراني أقوى وأقوى، تخلي العالم عن العراق، الجار والصديق والبعيد الكل تخلى عن العراق، لا بل حتى في جزء من العراقيين تخلوا عن العراق. للأسف الشديد، يعني واحد يؤسف أنه يقول هذا الكلام والعالم كله قاعد يسمعنا. للأسف احنا العراقيين المفروض نكون اللي كنا معروفين بوطنيتنا وحبنا لبلدنا والعروبتنا، للأسف صاروا أبنائنا أبناء بلدنا يتآمرون على الجزء، طبعا جزء بسيط، هذا جزء قاموا يتآمرون على البلد. ما اعرف يعني الاسباب، هل هي عقائديه؟ ما اعتقد عقائديه. يعني اللي عنده عقيده مهما تكون هاي العقيده ما توصل لدرجه انه يبيع بلده ويقتل ابن بلده. الشباب جاي يقتلون بدون ذنب، شباب عزل. يعني انا ارد اعرف وين الشجاعه؟ وين الشجاعه؟ اذا انت عندكم شجاعه، يعني عندكم مبدا جاي تدافعون عن البلد مثلا، جاي تدافعون على مبدا مثلا، انتم انصار ايران وانصار خامنئي وعندكم مبدا، زين ظهروا الحياه، قولوا يابا احنا جاي نقتل، احنا جاي نقتل، احنا جاي كذا،
ظهروا خلي شجاعتهم حتى فلش عام. إلى متى يستمر هذا الجبن؟ نعم. أنا أشكرك يا سيد عادل من لندن، شكرا جزيلا للمشاركة. من معنا الآن؟ السيد أبو عبد الله من بغداد، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. عام خير عليكم يا قناة الرافدين، يا أعضاء، يا قناة العظيمة، يا قناة العراقيين. الله يسلمك. يا أشرف من ما يعني شعب بر. الله يبارك بيك، الله يسلمك، شكرا جزيلا. وانتم بألف خير علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية. آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل على حكام العرب. هم الذي ذبونا في هذا المطب يا حامد، يا محمد، يا أبو جاسم، الله يرضى عليك. الله يسلمك. والله وأقسم بالله هم اللي ذبوا العراق، اللي العراق هو تاج رأس العرب، حتى الرسول والي بيت الرسول. هم اللي ذبونا وأولهم جابر السالم الصباح. طيب أبو عبد الله، 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 الله يرضى عليك، خلينا صالح. أبو عبد الله، أبو عبد الله، خلينا صالح. أبو عبد الله، الله أقسم بالله العلي العظيم. سيد أبو عبد الله، جابر السالم الصباح. سيد أبو عبد الله، سيد أبو عبد الله، هو حكام الخليج. لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا جابر ويا حكام العرب. سيد أبو عبد الله، أنا أشكرك، شكرا جزيلا للمشاركة. السؤال واضح، موضوع الحلقة واضح، ماكو داعي انه احنا نتهجم، ماكو داعي انه احنا نقعد ندعي على فلان وفلان. اللي صار صار، وبدينا بعصر جديد، بدينا من 2003 بحياة جديدة، بعراق جديد. وعود، كثير من الوعود اللي اطلقتها احزاب وحكومات ما بعد الاحتلال خلص. يعتقد الكثير من العراقيين انه كان هناك مؤامرة من حكام العرب لتدمير العراق، لوضعه بيد إيران، والآن هم يدفعون الثمن، الآن يتحملون النتيجة. لكن كلمني عن الداخل، كلمني عن حكومات ما بعد الاحتلال اللي جاءت بكثير من الوعود، اللي رفعت الكثير من الشعارات اللي لم تحقق أي منها على أرض الواقع. خان من خان وغدر من غدر وتحالف من تحالف، هذا موضوع خلص. لكن اليوم احنا بعد 17 سنة وفي عام 2020، إيش حققت هذه الحكومات؟ إيش قدمت للعراقيين؟ شلون اليوم دا نشوف مستويات الفقر بالعراق بارتفاع مستمر؟ ليش دا نشوف البطالة بالعراق بارتفاع مستمر؟ عدد الأرامل والأيتام بالعراق بارتفاع مستمر بسبب الانهيار الأمني. النفوذ قوي جدا للميليشيات، وصل إلى حد أنه يطلع هادي العامري باستعراض لميليشيات الحشد ويقول لدينا أسلحة تضاهي ما تملكه الدولة. طيب شلون وصلت هاي الميليشيات إلى هذه القوة العسكرية؟ شلون اليوم الكاظمي يعد العراقيين بحصر السلاح بيد الدولة ومنع العنف المستخدم ضد العراقيين، ولا يزال هذا العنف ولا يزال هذا السلاح موجود؟ ليش نور المالكي المسؤول عن سقوط الموصل ودخول داعش إلى العراق ومجزرة سبايكر وغيرها من الكوارث الأخرى والمجازر لا يزال موجود؟ لماذا الكثير من المسؤولين الذين سرقوا مليارات العراق لا يزالون موجودين؟ من الذي سيحاسب؟ يعني أرجو أنه من الجميع اللي عندهم هذه المشاكل مع المحيط العربي، مع بعض حكام العرب، أنه يوفروها لما يجي وقتها ويكون عنوان الحلقة بهذا العنوان. لكن اليوم كيف مر عام 2020 على العراقيين؟ خلونا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. الأرقام موجودة أمام حضراتكم للمشاركة على سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع في اليوم الأخير من عام 2020، كيف مر عام 2020 على العراقيين؟ نتمنى من الجميع المشاركة للإدلاء بآرائهم وتعليقاتهم حول هذه السنة، حول ما حصل في العراق في عام 2020. عندنا أبو علي من بغداد، تفضل حياك الله أبو علي. أبو علي لو الله يسعدك، لو سمحت الله يسلمك نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون إذا تكرمت. نصي تفضل. بلي الله يسعدك عيوني أبو جاسم. الله يسلمك حياك الله. شلونك يا ابا؟ شلون صحتك؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك الحمد لله. من العام هذا عام 20 لحد نعم اسمعني من التليفون يا ابو علي ارجوك. عيوني ابو جاسم تفضل. ايه من عام 20 لحد الان ما شفنا غير الجوع والظلم والقهر، مستشفيات مسنوبه، الدواء كله صعد. والكاظمي هالدوره اجى هالدوره سواها الاسوء. نعم زين يا عيني. وهالفقره ما واقعين بها غير بس الفقراء. نعم بس الفقير واقع. وبالنسبه لهذول الجون السياسيين حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ان شاء الله العراقيين الفقراء هم المنتصرين ان شاء الله، واخوتنا المظاهرين ان شاء الله امنا بالله وبهم حق لا اله الا الله. رحم الله والديكم واشكركم يا ابا. انا اشكرك يا سيد ابو علي من بغداد وتحياتنا للجميع. يعني يبدو أنه كان هناك أيضا ضمن العائلة من يرغب بالمشاركة وإيصال صوته. طبعا الشكر لجميع العراقيين المشاركين معنا والمشاهدين الكرام طبعا دائما وأبدا، لأن هم اللي يحيون هذه البرامج بأصواتهم طبعا وبمشاركاتهم. عندنا رسالة من الأخت فاتن من ألمانيا تقول: السلام عليكم، كل عام قناة الرافدين وقناة الرافدين وكل كادر القناة العظيمة بخير وسلام، وسلامي للأخ محمد والأخ عمر والأخ أفل، وشكرا جزيلا. سيدة فاطمة من ألمانيا، نحن أيضا نهنئك بالعام الجديد وكل عام وأنتم بألف خير، والشكر موصول. عندنا رسالة من إحدى المشاركات يبدو ما مذكور الاسم، تقول: السلام عليكم، سنة خير عليكم وعلى أمة محمد. أنا زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل ولحد هسه ما نعرف عنهم شيء، كل ما نروح ما يطونا الصدق. أني زوجي مريض بسرطان وأولادي بعدهم صغار، نطالب من حكومة الكاظمي يفرج عن المظلومين بهاي السنة ويكون قد الوعد، وعدنا يطلع ولدنا وكل شيء ما شفنا منه. احنا نطالب بالإفراج عن كل مظلوم، وتحياتي لكم. شكرا جزيلا للمشاركة، ونتمنى طبعا أن يتم الإفراج عن المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية والميليشياوية السرية والعلنية منها. وطبعا كما ذكر في تقرير لمنظمة Human Rights Watch الذي كان تقرير صادم جدا عن أعداد المعتقلين والمغيبين في العراق، وقالت بأنه يتراوح العدد من 250,000 إلى 1,000,000 شخص مغيب مفقود معتقل ضمن هذه الدولة في إطار سياسات حكومية فاشلة، وطبعا نظام ميليشياوي يطغى على القانون والنظام في العراق. وطبعا هذا التقرير كان أيضا خرج من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق، أيضا تحدث على نفس الأعداد ونفس الكارثة حقيقة الموجودة في العراق. عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، كل عام والشعب العراقي وأنتم قناة الرافدين بألف خير، تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول: العراق قضية عالمية عام وعامة وخاصة عراقية، ومفتاح إنهاء قضية العراق بيد الإدارة الأمريكية، وآن الأوان للضغط الشعب العراقي على السفارة الأمريكية وأعوانها السفارات الأخرى للدول ذات العلاقة، وإرادة الشعب العراقي والشعوب لا تقهر. يقول: أسوأ عام مر بي العراق هو عام 2020، والله ليستر من الجاي على يد غربان الخضراء، والسلام عليكم. عام كان صعب للغاية، شهد كثير من الأحداث، كانت فيه لحظة مفرحة بالنسبة لكثير من العراقيين، ووصلت إلى مرحلة أنهم نزلوا في فجر
نفس اليوم للاحتفال والتهليل بسقوط هذين الإرهابيين الدوليين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عن طريق غارة أمريكية طبعا في بداية العام 2020. أفرح هذا الخبر كثير من العراقيين الذين عانوا من إرهاب هؤلاء من قيادتهم لفرق موت وميليشيات وفرق اغتيالات، دمرت محافظات كثيرة، أذت الكثير من العوائل، وبسببهم تم تيتيم وأرملة الكثير من نساء العراق والأطفال بسبب من قتلوا أو العدد الكبير الذي سقط على أيديهم، ونحسبهم شهداء عند الله طبعا العراقيين الذين سقطوا على أيدي هؤلاء الإرهابيين وهذين الإرهابيين بالتحديد. من معنا؟ السيد أبو محمد من بغداد. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أستاذ العزيز؟ الله يسلمك، حياك. الله يبارك فيك. أريد أحكي أقول خلال هاي السنوات إحنا اللي شفنا بيها، نعم، إحنا اللي شفنا بيها أمان مفقود، ماكو أمان. هذه واحد. اثنين، خراب تخريب، نعم، متعمد موجود، نعم، وسرقات وخطف وهذا الشارع تبليط بخير مالي، نعم، والكواتم مشتغلة والأشكال أشكال، نعم، عصابات مافيا. طيب هذا كلام حلو. هسه نوقف لغاية هاي النقطة يا سيد أبو محمد. بالنسبة، نعم، للوضع الأمني، لما حضرتك تقول انه احنا عشنا بهذا الرعب وهذا التخويف وهذا الارهاب طول حياتنا، طول السنوات اللي مضت من 2003، شلون استقبلت خبر قتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في بداية 2020؟ شلون استقبلناه بهذا الارهاب وغيره، ويوميا قال دواعش، قال بعثية، قال صدامية. انا قصدي شلون اجاكم هذا الخبر، شلون تفاعلتوا وياه، هذا قصدي. اي خبر؟ خبر اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس. ادري، الله يبارك فيك، يعني هسه ماكو واحد ما يعرف، كل الدول تعرف، القاسم الداني يعرف، مو هجم المحافظات، مو دمر 5 محافظات، مدري 6، مو سحق ابناء السنه، مو بيوت فجروها، مو دمروها، الله يبارك فيك. ايش خلوا هم؟ شنو اللي خلاه؟ بغداد غيرها غيرها غيرها، سووا طائفيه ومدعوم من قبل ايران، وماكو واحد من يعرف، القاسم الداني يعرف. يعني سيد ابو محمد، انا بالنهايه سؤالي ما كان هذا قصدي، انا اقول هسه بس حتى اقرب لك اياها، لما تم اغتياله نزلوا العراقيين يحتفلون بالشوارع، انت شلون استقبلت الخبر؟ بفرح بحزن؟ هذا قصدي. لا 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 طبعا، يعني هو لما خرب الدنيا هاي كلها، نعم، يعني العالم فرحانة، لا يزال فرحانة، ما مصدق، نعم، يعني يعني طبعا، لان شلون ما تفرح العالم ولا يزال فرحانة وتدعي عليه اصلا. تتوقع اغتياله هو وابو مهدي المهندس اثر على الميليشيات بالعراق لو بعدهم بنفس الاجرام وبنفس المستوى من الارهاب للمواطنين؟ لا لا، انا اقول لك هم اكو ارهاب، اكو هذا، مو ماكو، بس مو مثل القوة الأولية. نعم. يعني شلون كسر شوكة صارت لهم. طيب تقييمك الحكومة مصطفى الكاظم من خلال الفترة اللي استلم بها الحكم، شلون تابعتها كمواطن عراقي؟ والله يا أخي العزيز، من استلم الكاظمي حتى الرواتب ماكو بعد. ناس أسوأ من ناس، نفس السيناريو ونفس الإرهاب ونفس الترتيب اللي يصير علينا. المنهج مالهم واحد، كليته واحد. نعم. نفس الشغل، هو هذا يجيبوه يحطوه هنا، وذاك يجيبوه، نفس الخلطه مالتهم. نعم. هي هاي الخلطه مالتهم، هي كليته واحده. انا اشكرك يا ابو محمد، شكرا جزيلا سيد ابو محمد من بغداد. قبل لا نختم الحلقه، نحب نهنئ كل الشعب العراقي، العرب والمسلمين بكل مكان في العالم، بقدوم السنه الجديده. نتمنى إن شاء الله كما دعا الكثير من العراقيين أنه تكون سنة أفضل مما مضى،
أن تكون أحسن من عام 2020 اللي كان به أحداث كثيرة أثرت بشكل كبير على العراقيين، يعني كان بها الكثير من الحزن حقيقة خلال هذا العام، لكن نتمنى العام القادم يكون أفضل بإذنه تعالى، ونستمر معكم في قناة الرافدين بإذنه تعالى في حلقاتنا القادمة في الأسبوع القادم لنتناول أحداث أخرى شهدها الأسبوع الذي سيأتي بإذنه الله بإذنه تعالى. رسالة أخيرة نقرأها، هذه رسالة من أحد المشاركين سابقا. طيب، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا الأسبوع، كل عام وأنتم بألف خير، ونراكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.